السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. هذا شاب من الشباب جاء من جزء القمر ليتعلم الدين ويتفقه في الدين في مكة المكرمة. هذا الشاب الكل يشهد له بالخير. هذا الشاب من طلاب الشيخ حسن البخاري إمام الحرم. خرج إلى درس علمي وهو في طريقه إلى طلب العلم حصل له حادث ومات. ومات على خاتمة حسنة. مات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظروا إلى الشيخ حسن البخاري وهو يعني حضر دفنه وحضر جنازته. اسمعوا ماذا يقول. وخرج من المسجد سلك طريقا يبتغي به جنة الله، ما عاد إلى بيته لكنه عاد إلى الله. يا إخوة، أخوكم تاج الدين من جزر فعجب الله أن يأتي الله به من بلاده إلى بلده الحرام ليموت هنا ويدفن. عجيب الله يا إخوة، يأتي فيحج والإخوة يذكرون من جهوده في الدعوة في البلد وحرصه على الخير وحبه للقرآن وطلبه للعلم. ما يختم لعبد بخاتمة حسنة وخير إلا وعنده خبيئة خير وعنده عمل صالح. هذه عظة. وأحدكم كنا نقول له ما يدري كم سنة يمكث في مكة ويرجع إلى بلده، قد لا تتم السنوات كلها في مكة تموت قبل ذلك. أخونا دفناه اليوم. كل هؤلاء الذين جاءوا محبين داعين يسألون الله له الرحمة، نحن في الوقت ذاته نرى أن هذه الخاتمة الحسنة كريمة وعزيزة عند الله، لكننا تنال بصدق ونحن طلاب علم نتواصل على هذا الطريق يا إخوة، ويمر بنا في الطريق مواقف نتعظ بها. فلما يأتي الله أكبر أحبابي، أسأل الله أن يرزقنا وياكم حسن الخاتمة. ولا يظلم ربك أحد، من عاش على شيء مات عليه، يعيش على الخير على العبادة على الطاعة على الدعوة يموت عليها، والعكس بالعكس أحبابي. والله كم من شاب مات على خراب، كم من شاب مات على معاصي على ذنوب على 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 خاتمة سيئة والعياذ بالله. واسمعوا لهذا الموقف مع هذا الشاب، والله العظيم موقف عجيب. نسأل الله عز وجل يرحمنا برحمته. شوفوا هذا الموقف مع هذا. حصلت لي قصة البارح تقريبا الساعة 3 إلى 2:30 واجهت حادث. كنت أنا أول من يقف على الحادث وكان في شخص يحتضر. أقسم بمن رفع السماء بلا عمد إني أقول له قل لا إله إلا الله ويقول أبي تعميره. يوم صريت عليه يقول لي والله أبي أقولها ولا أقدر. يا شيخ خالد الكلام كنت أسمع من بطاعة ولا كنت أصدقه، كنت أسمع من دعاء ولا أصدقه، أحس أنه مبالغات. لكن والله وبالله وتالله هذا اللي حصل معي البارح. أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته. أحبابي، الحياة واحدة والعمر واحد والخاتمة واحدة. استعد، والله ما في دور ثاني. إذا جاء الموت والله لو نتوب 100 مرة والله ما ينفع. الآن نستطيع أن نتوب، لكن غدا إذا جاء الموت والله ما نستطيع أن نتوب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. يتمنى الرجعة لكن والله ما يرجع. أحبابي أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخاتمة الحسنة.